لو ناخذ قلب يمنى وحطه قدامك، شو قلبك يقول لك انت؟ استخدمينه، ليش؟ بستخدمه، ما بدي استخدمه، بس تستخدم قلبك تنكسر، وما تقلي لا تنكسر. فيك تستخدمه بس لكرمال انه مثل السيارة لازم تمشيها من فترة للتانية، بس نسبة قليلة عن استخدام عقلك. لازم دايما تستخدم عقلك أكتر من قلبك بكل الظروف، ولا ظرف بالحياة بيقلك استخدم قلبك أكتر من عقلك. الوالدة زي انت تحبينها بكل قلبك، هيدي غير قلب